Schön mal Kästchen hier. يعني بلدة قصرة تعاني منذ فترة طويلة من هجوم المستوطنين. بالأمس كان هناك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف خط الكهرباء التي تم توصيله في بلدة قصرة. حدثت مواجهات، أصيب 8 مواطنين منهم جراح متوسط، الآن يركضون في مستشفى رافيديا. في ساعات ما بعد منتصف الليل كان هناك هجوم عشرات المستوطنين أيضا على أطراف البلدة، قاموا بإحراق 6 سيارات تعود للمواطنين في بلدة قصرة. هناك غضب وسخط كبير جدا في البلدة. ما أعرفها؟ شو شفت؟ هربوا لما السيارة السيارة السيارات يا شباب.